مع ضيفتي اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو دكتور ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا يا شيف. موضوع مهم واول مره نتكلم عنه النهارده. مظبوط. انا شايفه انها فعلا من الحاجات المهمه، لانه يمكن احنا عندنا فكر خاطئ انه اول ما السيده او نعرف انه البنوته بقت حامل فان ايه تاكل كل حاجه في الكون وتضرب بقى انت باتنين، انت فكره انت باتنين دي عايشين عليها طبعا. منذ العصور الوسطى. زمان يمكن كان الموضوع لانه كان الاكل معظمه صحي فكناش بنلجا الاكل بره، يمكن مزمين. كانت السمنه مع السيدات كانت صحيه ما كانوش بيتاذوا منها قوي صح. دلوقتي اصبح مع الريتم السريع والاكلات الوجبات السريعه والمقليات اصبح الموضوع بقى ياثر بشكل سلبي اكتر صح. فبقينا لازم ناخد بالنا من الموضوع ده، فقول لنا بقى يعني نقول للسيده اللي يعني ربنا لسه كرمها وعرفت ان هي حامل تبدا بقى تغذيتها ازاي اثناء الفتره دي لحد ما تولد بالسلامه وتبدا بقى. بصي مفيش حاجات ثابته ان احنا هنقولها، لانه المفروض ان هي اول ما بتعرف ان هي حامل لازم ان هي تروح لمختص اخصائي تغذيه عشان يعمل لها النيوتريشن بلان، وهي عندها اول 3 شهور غير تاني 3 شهور. أيوة غير تالت 3 شهور. صحيح. هما بس لازم يبقوا فاهمين حاجه ان هي كده كده هتزيد في الحمل. تمام. لان انا مثلا تيجي واحده تسالني تقول لي انا حامل ومش عايزه ازيد، لا هو انت هتزيدي، انت عندك زياده طبيعيه اصلا. بنتكلم في من 8 10 كيلو 12 كيلو ماكسيمم، دي الزياده الصحيه في الحمل طول فتره الحمل لحد الشهر التاسع. لحد التاسع كويس جدا. وهي داخله تولد كده وزنها زايد 10 12 كيلو ماكسيمم. حلو قوي. طيب الناس بقى اللي بتزيد 20 كيلو والحاجات دي، هو ده اللي غلط. أوكي. بيبقى غلط ليه؟ بسبب طريقه اكلها اصلا غلط. يا اما هي بقى عندها معتقدات اللي هو انا باكل الاثنين، مفيش حد بياكل الاثنين. هي بتاكل لنفسها، بتغذي البيبي بيتغذى من الاكل اللي هي بتاكله بس احنا بنزود سعرات، يعني في اول 3 شهور مش بنزود قوي، بتاخد كفايتها من السعرات. من اول ثالث اللي هو ثالث شهر، بدايه ثالث شهر بنزود 350 كالوري، و بعد كده الثلاثة الأخرانيين بنزود 450 كالوري. فهي بتحسب سعراتها اللي هي محتاجاها، ما بتنقصش منها أي حاجة خالص، بالعكس بتزود عليها شوية. معظم الأكل بتاعها يبقى كله فيتامينز ومينرالز كويسة، في خضار كفاية، في فاكهة كفاية، في بروتينز كفاية. طبعا لين بروتين، يعني بنبعد عن الحاجات اللي فيها دهون. فراخ مثلا بناكل الصدر مش الورك، مش اللحمة لازم تبقى لحمة حمراء ويبقى معدل بتاعها أقل شوية. تزود من الأسماك بالذات الفاتي فيش اللي هو السالمون، التونه. طبعا التونه كان مش هتنفع معاها شويه، لو تونه فريش اوكي. السمك بتاع المكاريل برضو. السردين احنا كل ده بنتكلم على حاجات فريش مش حاجات معلبه ولا حاجات اللي هو سردين مخلل والحاجات دي، عشان انا عارفه تقولك سردين بس انا عارفه اللي بيحصل. سردين عادي طبيعي ني يعني، وهي تطبخه. دي الفاتي فيش اللي فيها اوميجا 3 او فيها دهون صحيه. حاجات جميله. تحط برضو افوكادو، مكسرات، زيت زيتون، تستخدم زبده في الاكل، بلاش بقى الزيوت النباتيه، بلاش الحاجات المهدرجه، بلاش مثلا الجبن اللي هي فيها زيت نباتي. بنختار حاجات فيها البان. تشرب ميه كويس، تقلل الستريس، نومها يبقى كويس. كل الحاجات دي هتخليها بالظبط، هتخليها صحتها كويسه، لانه في ستات كتير بيجي لها سكر حمل وضغط حمل. أيوة. بسبب ان هي ما بتاكلش كويس او طريقه اكلها مش مظبوطه. فاحنا عايزين نتجنب ان احنا ما يحصلناش اي مشاكل في الحمل، في نفس الوقت كمان الاكل اللي بناكله بيعوض لنا النقص اللي بيحصل مننا. في ستات كتير بيحصل عندها نقص في الكالسيوم وفيتامين دي، وده بيأثر. كل ما بتزيد في الولاده كل ما بيأثر التقل ده على عظمها، بتحس ان هي رجليها وجعاها، مش قادره ان هي تقف. فلازم برضو هي يبقى ليها نظام غذائي هدفه بقى ان هو يحل لها كل المشاكل دي او يحميها من ان هي ما يحصل لهاش المشكله دي، وفي نفس الوقت يزودها الزياده الطبيعيه بتاعه الحمل اللي هي ماكسيمم 10 12 كيلو. طيب دلوقتي بقى احنا خلصنا خلاص فترة الحمل الحمد لله بسلام وتمت الولادة بخير، وهتبدأ بقى في مرحلة فترة الرضاعة. قولنا بقى يعني تبدأ هي من امتى ممكن تقدر تواظب على نظام معين او تاخد عامل مساعد يساعدها في انها تحد من الشهية شوية. طيب. بالنسبة لفترة الرضاعة بقى يا دكتور، مشكلة الرضاعة ان هي دايما بيبقى عندها كريفينج او بتحس ان هي شهيتها مفتوحة زيادة عن اللزوم. وفي ناس على فكره الرضاعه بتخسسهم، بتخليهم ما بيقدروش ياكلوا من كتر ما هي بتعمل مجهود كبير، بس الاغلبيه اللي هم عندهم المشكله بتاعه شراهه الاكل. انا زي اللي عملته في الحمل بالظبط هعمله في الرضاعه. انا من اول شهر اقدر ان انا اعمل دايت عادي، بس الدايت هنا في اول شهر شهرين
الهدف بتاعه بيختلف شويه، هو مش بيبقى بينزلني في الوزن على قد ما هو بيغذيني وبيحل لي مشكله الكريفنج، لان انا محتاجه ان انا اكل كويس عشان اللبن اللي بيروح للبيبي. ففي ناس برضو عندها معتقدات اللي هو انا بشرب لبن كتير فلازم اخد اللبن ده عشان هو اللي هيساعد معايا في الرضاعه وان انا يبقى عندي لبن اكتر، وده حاجه برضو من اللي بتفتح لهم الشهيه كتير، استخدام الالبان لان هي فيها سكر بيفتح الشهيه اكتر وبيزود في الوزن لان هي سعر. يعني الكوبايه اللي هي بتشربها دي، شوف بتشرب كام كوبايه في اليوم، فيها 130 سعر مثلا، فهم تقريبا بيشربوا 3 كوبايات في اليوم بمقام وجبه كامله. لا انا عايزه اشرب ميه اكتر عشان الميه دي بالظبط هي اهم حاجه للرضاعه. عايزه اخد الشاي بتاع الاعشاب اللي هو فيه حلبه، ده اللي هيزود معايا جنب النظام الغذائي اللي انا هاخده. كويس. في الاول فتره اللي هي بتاعت اول 6 شهور لسنه دي، انا ما ينفعش ادخل اي حاجه خالص. اوكي. ولا عوامل مساعده ولا ادويه، حتى لو هي امنه انا برضو الاحسن ان انا ما ادخلش. من بعد سنه اقدر ان انا استخدم عادي، او الستات بقى اللي هي ما بترضعش اصلا بس برضو بيبقى عندها الكريفنجز بتاع الرضاعه، اقدر ان انا من بعد الولاده على طول ان انا استخدم حاجه امنه زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. أوكي. بيستا هيحل لي القصه دي لانه هو المين كومبوننت بتاعه هو الياف. كويس. او المكون الرئيسي بتاعه هو الياف. الالياف دي هتعمل ايه؟ هتسد الشهيه، هتدخل تاخد حيز في المعده، فهي بدل ما كانت عماله بتاكل 10 وجبات في اليوم، لا هي قادره تاكل بس 3 4 5 وجبات. بدل ما هي مثلا في الوجبه كانت قادره مثلا ان هي عماله تاكل طبق كامل وطبق كبير، لا هي بقت بتاكل نص الطبق بالظبط، بيخليها تعمل كنترول وهي مش واخده بالها، فبيقلل من السعرات واحده واحده، وبالتالي بتقدر ان هي تحرق من الدهون المتخزنه لو هي كان لسه عندها وزن زايد هي طالعه بيه من الحمل. في نفس القصه بيمنع لها الكريفنجز بالتدريج، اللي هو شهيتها مفتوحه على حاجه طول الوقت عايزه تاكل الحاجه دي، لا هو بيقلل كمان من ده. فبيساعدها ان هي تتحكم في اللي هي الاعراض ما بعد الولاده، اللي هي دايما الشره ناحيه الاكل، وفي نفس الوقت بيساعدها ان هي تنزل في الوزن. بس اهم حاجه ان احنا نكون يا اما مش بنرضع يا اما ان احنا عدى على الرضاعه بتاعتنا حوالي سنه تقريبا. اوكي. ده بالنسبه للي بيرضعوا، لكن اللي مش بترضع طبيعي تقدر ان هي تستخدمه على طول. غير بقى الالياف اللي موجوده فيه ده، هو هيساعدها على الحرق برضو، لان المكونين التانيين اللي موجودين هم الكروميوم وفيتامين سي. كروميوم هو معدن مهم جدا، دوره ان هو بيساعد في حرق النشويات، وفي نفس الوقت ان هو بيظبط لي حساسيه الانسولين. الستات اللي ممكن يكون بيجي لها سكر حمل او بيكون عندها مقاومه انسولين، او هي اصلا حامل وهي عندها تكيسات مبايض، كل ده هيساعدها في ان هي تحل القصه دي بان هو يزود الحرق شويه ويظبط حساسيه الانسولين. الحاجه الاخيره هو فيتامين سي. فيتامين سي بيساعد في الفات اوكسيديشن، يعني ان انا اقدر احرق دهون، فانا بحرق دهون، بحرق كربوهيدرات، بظبط القصه بتاعه الانسولين، بتحكم في الكريفنجز، وبتحكم في كميه الاكل بتاعي، فبقلل المشاكل كلها بتاعه الرضاعه اللي ليها علاقه بالاكل، وفي نفس الوقت اقدر ان انا انزل في الوزن عادي. طب قولي لنا بقى استخدمه يبقى ازاي ده؟ طيب بنستخدمه قبل الوجبات بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره، بنقلب كويس قوي، والجرعه بتاعته يا اما بتبقى 2 أو 3 على حسب الهدف بتاعي. لو انا زايده زياده اللي هي معقوله اقدر ان انا استخدم 2 بس، لو انا عندي مشكلة دي كبيرة، حاسس ان انا زايد كتير وعايز احفز شوية في الاول، استخدم 3. اوكي.